السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة سنخصصها لمناقشة توجيه الحكومة باعتماد موازنة مالية لمحافظة تعز للعام 2017. إذن مشاهدينا، تبدو الحكومة عازمة هذه المرة على تجذير أقدامها وبسط نفوذها والإيفاء بمتطلبات مرحلة التحرير انطلاقا من العاصمة المؤقتة عدن. ومن ضمن المتطلبات تتصدر القائمة عملية تحرير تعز، حيث لا زالت المدينة المحاصرة في انتظار دورها في الخلاص من سيطرة الميليشيا منذ عامين. الحكومة وفي خطوة يراها البعض في الاتجاه والمسار الصحيح، وجهت باعتماد موازنة خاصة لمحافظة تعز للعام 2017، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول تبلور التوجيهات إلى واقع أولا، وثم القدرة على إعادة بناء مؤسسات الدولة المدمرة جراء الحرب ثانيا. هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا لحلقة هذا المساء من زوايا الحدث، في محورين: مدى إمكانية بلورة تلك التوجيهات إلى واقع، وهل هناك مؤسسات قادرة على استيعاب الموازنة وتشغيلها، وكيف يمكن أن تسهم هذه الخطوة في النهوض بتعز ومساعدتها على التحرر من سيطرة الميليشيا. مشاهدينا، قبل البدء في مناقشة الموضوع مع ضيوفي، نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. ضمن توجهات الحكومة لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة في المناطق المحررة، وجه رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وزير المالية بإعداد موازنة عامة لمحافظة تعز للعام 2017 بالتنسيق مع السلطة المحلية. التوجيه بإعداد موازنة لمحافظة لا تزال تعيش أسوأ فصول الحرب منذ عامين، يفتح الباب أمام تساؤلات عن الوضع في المدينة والمحافظة التي تبدو خارج كل الحسابات قبل هذه الخطوة. وإذا ما صدقت وعود الحكومة هذه المرة، فإن من شأن هذه الخطوة توفير أرضية مناسبة للسلطة المحلية في تعز للانطلاق منها في عملية تطبيع الحياة في الأجزاء المحررة بانتظار بقية الوعود المتصلة بالجانب العسكري واستكمال تحرير المحافظة من ميليشيا الحوثي والمخلوع. تحاول الحكومة من خلال هذه الخطوة التأكيد على جديتها في العمل من الداخل وإثبات حضورها في المشهد، ولكن القفز على حاجة المحافظة للتحرير من الميليشيا التي لا تزال تسيطر على أجزاء واسعة منها وتحاصر المدنيين تجعل من هذه الخطوة على أهميتها وعدا آخر من الوعود التي تلقتها تعز وبقيت بدون أثر فعلي على الأرض منذ عامين. تعاني تعز من الحرب التي دمرت معظم البنية التحتية التي كانت هشة أصلا، وتواجه السلطة المحلية تحديات كبيرة فيما يتعلق بتوفير الحد الأدنى من الخدمات للمدينة التي تعيش حربا مدمرة منذ عامين، فيما يبقى الملف الأمني وإعادة بناء الجهاز الأمني المدمر هو التحدي الأكبر، وتبقى حاجة تعز للتحرير العسكري وطرد الميليشيا من آخر مواقعها هو المطلب الأكثر إلحاحا في هذه اللحظة. إذن مشاهدينا، لبدء النقاش سينضم إلينا المحلل السياسي من تعز عبد الهادي العزعزي، وأيضا الخبير الاقتصادي سينضم إلينا من ماليزيا سليمان الناصر. نبدأ معك سيد عبد الهادي، مرحبا بك ومساء الخير. يا مساء النور. أهلا بك سيد عبد الهادي. يعني بداية، الحكومة تعتمد موازنة خاصة بمدينة تعز، ماذا يعني ذلك؟ الحكومة تعتمد موازنة محافظة بحيث هي وقتها تدبر المالية، وبالتالي هذه العملية سوف تستطيع أن يتم نقاشا مع مكتب المالية والمكاتب في تعز لإعداد موازنة لعام كامل ابتداء من شهر يناير وحتى شهر 12. الحكومة هنا تؤكد نيتها الحقيقية إعادة تطبيع الحياة بتعز واستكمال تحرير هذه المحافظة الاستراتيجية والمحافظة التي فيها مخزون بشري كبير. الحكومة بدأت إجراءاتها من قبل إعادة ما يعرف اليوم بالمشكلة الأساسية وهي الرواتب للجيش الوطني التعز والمقاومة، وبالتالي هذا يشمل الباب الأول في الموازنة، في الموازنة عموما، وهناك إعادة للموازنة التشغيلية للمحافظة، وهذه المسألة سوف يجري نقاشها مع الحكومة. الحكومة الآن في كبت استخدامها على الأرض، فبدأت بالنظر إلى موضوع الإيرادات مسألة الناقصة المسائل الأخرى، وبالتالي تفيد التزامها باتجاه الشعب الذي تمثله. الموازنة المسألة الأساسية لبداية التشغيل لهذه المحافظة، وبالتالي تطبيع المناطق. نعم.
إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي. سنذهب إلى ضيفنا الآخر ريثما يعود الاتصال بسيد عبد الهادي. مرحبا بك الخبير الاقتصادي سليمان الناصر. أهلا وسهلا بك عزيز. بداية سيد سليمان، ماذا يعني اعتماد موازنة خاصة لتعز؟ أنت كيف تقرأ هذه الخطوة وما دلالتها الاقتصادية؟ يعني اعتماد موازنة خاصة لتعز هو استكمال الخطوات المتتابعة لتحرير مدينة تعز بإذن الله. هناك شقان يجب أو ما نقرأه في هذه الخطوة أن هناك شقان، هناك شق سياسي وهناك شق آخر اقتصادي. بالنسبة للشق السياسي، المتشائمون أو الغير متفائلون يعتقدون أن خطوة الإعلان هذه تمت بعد الدعوات لمظاهرات ستحصل في تعز قريبا. هذه المظاهرات لها عناوين معينة تعبر عن الامتعاض تجاه أداء الشرعية والتعامل المالي تجاه قضية تعز بشكل عام. بالتالي نحن متفائلون أن هذه الخطوة ستكون معززة للجدية التي نعتقد الشرعية ستساهم بفعلها عن طريق الالتزام بمثل هذه الخطوة. نتمنى أن لا تكون هذه الخطوة هي فقط لتخدير الشارع في تعز وامتصاص الغضب الذي هو ناتج عن التباطؤ والتأخير في الدعم المالي لاستكمال مكونات الجيش الوطني في تعز، لاستكمال ترتيب جميع أفراد المقاومة ودمجهم في مؤسسات الدولة الشرعية اليمنية. لكن يعني سيد سليمان، ولو قاطعتك هنا، يعني لماذا لا يتم اعتماد موازنة لتعز ضمن الموازنة العامة للبلاد أو أيضا ضمن موازنة الإقليم مثلا؟ نعم، هو إذا 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 استكمل بناء الدولة بشكل كامل سيتم ذلك وفق ما نص عليه أو ما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني. ولكن نحن الآن في وضع حرب، الموازنة التي نحتاجها في تعز هي لإدارة وضع الحرب الحاصل في البلد. هناك جانب مدني وهو مرتبات الموظفين في القطاع المدني، يبدو حسب ما سمعت من بعض الأشخاص المهتمين في هذا الشأن من تعز أن المرتبات كانت تصرف سابقا من قبل الانقلاب وتوقفت حتى شهر 9. بالتالي الآن يجب الاهتمام بتعزيز الجبهة الشرعية، جبهة الشرعية في تعز، عن طريق الاهتمام بصرف مرتبات الموظفين في الجانب المدني. هناك الكثير من الاستحقاقات المهمة تتعلق بدفع رواتب أو احتواء المكونات المقاومة أو مكونات الشرعية في مؤسسات الدولة أو مؤسسات الجيش الوطني. نتمنى أن يتوقف العبث الحاصل في مسألة إدارة الإيرادات، في مسألة التعامل مع الدولة كدولة. يجب أن نتعامل جميعا وفق إطار مؤسسات الدولة الشرعية. ومن ضمن هذه التعاملات الجيش الوطني في تعز. نعم، سأعود إليك سيد سليمان. أعود للسيد عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، يعني أنت من خلال تواجدك في مدينة عدن، يعني التوجيهات التي أصدرت من قبل رئيس الوزراء باعتماد موازنة خاصة لمدينة تعز، يعني هل ستتبلور هذه التوجيهات بالفعل إلى واقع؟ أقصد هل سيتم تنفيذها؟ يعني ستنفذ هذه التوجيهات بشكل جدي على أرض الواقع؟ سيد عبد الهادي، هل تسمعني؟ إذن يبدو أننا ما زلنا نعاني من مشكلة في التواصل مع سيد عبد الهادي العزعزي من عدن. أعود لأستكمل مع ضيفي الآخر سليمان الناصر الخبير الاقتصادي. سيد سليمان، يعني لماذا لا يتم أو ما هي التأثيرات المتوقعة من هذه الخطوة إن تمت؟ يعني تأثيرات في الجانب الإيجابي وفي الجانب السلبي. إذا تمت هذه الخطوة بشكل صحيح وبشكل سريع، وخصوصا في الصرف
هي سيكون لها تأثيرات إيجابية على لتعزيز الجبهة الداخلية، لتعزيز الجبهة الشرعية، لتعزيز ثقة فصائل كثيرة موجودة في تعز، لجذب كثير من الأشخاص أو من القطاعات أو من المكونات الموجودة في تعز إلى جانب الشرعية. تعز تحتاج في الوقت الحالي المساندة الكاملة، الاهتمام الكامل، تحتاج فصائل المقاومة وخصوصا المحسوبة على الجيش الوطني، تحتاج إلى رواتبها، تحتاج إلى استكمال انضمام كثير من هذه الفصائل إلى 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 الجيش الوطني. نحن نتحدث عن تعز وفق إطار الدولة الشرعية. يجب أن يكون هناك نوع من الإسراع في هذه الخطوة، وليس فقط ادعاءات وتصاريح ولقاءات. نتطلع إلى أن تتحول إلى واقع سيكون لها تأثير إيجابي بكل تأكيد. نعم، دعني أعود للسيد عبد الهادي إذا كان قد عاد بالفعل معنا. سيد عبد الهادي، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. أهلا بك سيد عبد الهادي. يعني من خلال تواجدك في العاصمة المؤقتة عدن، يعني كيف تلمس توجيهات رئيس الوزراء باعتماد موازنة خاصة بتعز؟ يعني هل هذه التوجيهات ستتبلور إلى واقع؟ أقصد هل يمكن تنفيذ هذه التوجيهات؟ إلى الآن أعتقد أنها تتبلور إلى واقع بشكل عام. هناك استعدادات حقيقية، هناك عودة قوية للحكومة على الأرض، ومحاولة لإعادة تطبيع الحياة وتطبيع الحياة الاقتصادية والاهتمام بقضايا المواطنين. هناك نية لمسألة فرض الجانب الأمني، وأيضا إعادة النظر في المسألة الاقتصادية. الحكومة بدأت بتصدير النفط، الحكومة بدأت الآن بإعادة النظر في الإيرادات بشكل عام. نعم. وبالتالي هي لديها نية حقيقية لمعالجة هذه المسألة. نعم، لكن هل هناك مؤسسات قادرة على استيعاب الموازنة وتشغيلها؟ هي الآن المسألة سوف تعود بإحياء هذه المؤسسات. طبعا هناك مؤسسات بالذات مثلا في تعز عندما نتكلم، فتصبح المسألة مرتبطة بالتربية والتعليم أولا، ومرتبطة أيضا بالقطاع الصحي، مرتبطة إلى الجانب الأهم وهو قطاع الأمن. لا زلنا نعاني مشكلة فيما يخص قطاع النيابات والقضاء، وأيضا لا زالت لدينا إشكاليات. لكن أن يتم أولا إعادة مسألة الجانب الأمني والجيش الوطني، ثم مسألة الخدمات على رأسها الخدمات التنموية كالتربية والتعليم والجانب الصحي، ومن ثم تأتي بقية الخدمات. لأن مسألة الحديث عن الكهرباء والمياه هذه حديث مرتبطة أيضا بقضية استكمال التحرير وإعادة النظر في البنية وتأمين المدينة. نعم، في هذه الخطوة يعني إذا ما سألنا حول التأثيرات، يعني كيف ستؤثر هذه الخطوة على تعز من الجانب السياسي والجانب العسكري؟ بمعنى يعني هل ستؤثر هذه الخطوة على عملية تحرير تعز، وما ما هي هذه التأثيرات يعني التي تنظرها؟ التأثير سوف يكون كبير جدا. الناس عاشت على مدار 4 أشهر قلقا كبير. هنا قطاع كبير من الموظفين في محافظة تعز يأتي على رأس هذا القطاع، مثلا قطاع التربية والتعليم الذي يتجاوز 32 ألف موظف داخل محافظة تعز، وأيضا قطاع الصحة كون المحافظة من المحافظات كثيفة السكان وذات العدد السكاني الكبير، وهذا القطاع يشهد إقبالا كبيرا. أيضا في ظل حالة الحصار والانقطاع التي تفرض على المحافظة وهجرة عدد كبير من المنظمات الدولية، وأيضا ما يمارس من خنق كامل لهذه المحافظة، عودة الحكومة مبشر أساسي، وهذا هو الخوف. كانت المحافظة والسلطة المحلية لا تستطيع أن تلزم الجهات الأمنية أو تلزم بقية الجهات، لأن الناس لا تمتلك رواتب أولا على المستوى الشخصي، ثم الموازنة التشغيلية. الموازنة التشغيلية لمكتب المحافظة والسلطة المحلية ضرورة قصوى لبداية الحركة، وبالتالي تأتي الموازنة العامة لمحافظة تعز التي سوف تناقش مع وزارة المالية عبر الهيئات الموجودة في تعز. أنا شخصيا أشعر بتفاؤل كبير وبحكم وجودي هنا ومراقبتي لما يجري فعلا، وهذه العملية نتمنى أن تتم بشكل كامل وأن تبدأ دفع العجلة في تعز. وأعتقد أن
بعد قد لا يتجاوز، إذا استقرت هذه العملية لن يتجاوز موضوع تحريرها يعني أشهر قليلة جدا. نعم. مستقبلا. ابقى معي سيد عبد الهادي، أعود إلى الخبير الاقتصادي سليمان الناصر. سيد سليمان، يعني هذه الخطوة التي اليوم أو التوجيهات من قبل الحكومة باعتماد موازنة لتعز، هل ستحل من مشكلة الحصار المفروض على المدينة من قبل الميليشيات الانقلابية؟ ستساهم بشكل كبير بإذن الله في حل كثير من الإشكاليات. بالتأكيد ستكون هذه الخطوة مساهمة بشكل كبير جدا في حل كثير من الإشكاليات، وكما قال الزميل على الجهة الأخرى أنها أن الجميع يجب أن يتفاعل بمثل هذه الخطوة. نعم. إلى حد الآن الأبعاد لهذه الخطوة إذا تمت بشكل صحيح فيمكن القول أن الأبعاد ستكون أبعاد إيجابية. السلطة المحلية تستطيع ممثلة في المحافظ وممثلة أيضا في رجال السلطة المحلية الموجودين تستطيع استيعاب كثير من وتستطيع إدارة هذا الوضع الاستثنائي كما نتمنى ذلك. نعم، لكن هل الحكومة بنظرك قادرة على استيعاب كل المتطلبات في تعز؟ الحكومة الشرعية لا، نحن هي مطالبة باستيعاب كل الاستحقاقات والمتطلبات في مدينة تعز وبأسرع وقت ممكن. إذا تأخر تنفيذ مثل هذه الخطوة سيكون ذلك يعزز كثير من المخاوف من أن تكون هذه الخطوة فقط لتخدير أو لامتصاص الغضب الحاصل في تعز تجاه الشرعية. هناك غضب كبير جدا الآن في مدينة تعز تجاه تباطؤ الشرعية، لا نريد هذا الغضب أن يستمر، لا نريد تعز أن تكون لقمة إعلاميا صائغة أو غيرها أو أرضية الانقلاب تزداد هناك. ما نريده هو الإسراع في هذه الخطوة، اعتماد المبالغ المطلوبة. لو لم تتوفر المبالغ كاملا من الممكن اعتماد بعض المبالغ على فترات معينة. أنا أثق تماما في السلطة المحلية الموجودة في تعز كمواطن عادي. هنا تحديدا سيد سليمان، يعني سيد سليمان هنا ولو قاطعتك، نعم نعم هنا لو قاطعتك، يعني الحكومة اليوم اعتمدت موازنة خاصة بمدينة تعز، ما المطلوب من السلطة المحلية في المدينة برأيك؟ السلطة المطلوب من السلطة المحلية في المدينة هي الإسراع في إعطاء الحكومة الشرعية كامل البيانات المطلوبة لتعزيز بنود الموازنة والاحتياجات المطلوبة في تعز. هذا هو المطلوب، التواصل يكون سريع، الصرف يكون أو التعزيزات المالية تتم بشكل سريع جدا، لأن الوضع في تعز لا يحتمل. كثير من الموظفين المدنيين لم يستلمون رواتبهم، كثير من أفراد الجيش الوطني لم يستلموا رواتبهم، لذلك نتمنى الإسراع فيها. معدل أو ما نسميه قدرة الحكومة على الإسراع في الصرف وتعزيز ذلك هو المعيار الحقيقي لقياس الإيجابية في هذه الخطوة التي قام بها أو التي أطلقتها رئاسة الوزراء في الحكومة الشرعية. نعم. من ماليزيا الخبير الاقتصادي سليمان الناصر، أشكرك جزيل الشكر. أعود إلى ضيفي الآخر السيد عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، يعني هل ستشمل هذه الموازنة متطلبات عملية تحرير تعز تحديدا؟ يعني كل ما تحتاجه المدينة من أجل عملية التحرير هل ستكون ضمن هذه الموازنة؟ لا أعتقد كل ما تحتاجه المدينة ضمن عملية التحرير هي مرتبطة بالقيادة العسكرية، وهذا الموضوع الآن نتحدث نحن عن الجانب المدني. هناك لجنة عسكرية سوف تتولى ترتيب وضع الجيش، صرف رواتب منتسبي الجيش الموجودين في تعز من كانوا يحملون أرقاما قديمة، وأيضا الجيش الوطني الدفعة الجديدة سوف يتم ترتيب أوراق هذه الجماعة، والآن العمل مستمر. هناك لجنة مشكلة وهي تقوم بالعمل. المسألة أياما معدودة وسوف تبدأ العملية بالانتقال إلى تعز، وبالتالي هذه العملية سوف تسهم برفع الروح المعنوية إلى أعلى مدى، وهي لم تنخفض كثيرا في تعز لكن الوضع كان صعبا بفعل حالة الحصار،
وتبقى هناك مسألة الذخيرة، المسائل الأخرى هذه مرتبطة بهيئة الأركان ومرتبطة بقيادة المحور، هذه مسائل عسكرية لا نفهم فيها كثيرا، لكن أنا أعتقد أن هذه العملية سوف تسهم بانتهاء موضوع ما كان يسمى بالمقاومة التي دمجت في الجيش، وسوف تصبح لدينا مؤسسة اسمها الجيش الوطني، ولدينا مؤسسة كاملة اسمها إدارة أمن محافظة تعز، يتسع إدارة الأمن إلى تغيير فلسفة هذه الإدارة بإيجاد أمن للمواطن بدلا من ما كان قائما ما يعرف بأمن السلطات، وهي خطوة لم تتأتى بشهر أو شهرين، لكن في المقابل نحن نراهن على المجتمع المحلي في تعز، ذلك الذي صمد عامين كاملين وكان أداة ضبط لنفسه بنفسه، واستطاع أن يوفر الحد الأدنى في ظل غياب الدولة وغياب إمكانيتها كاملة، استطاع أن يحافظ على نفسه وعلى ذاته، ولم تحصل أي من أعمال فوضى إلى ذلك الحد. هناك بعض الاختراقات المحدودة، أعتقد أن الأمن في المرحلة القادمة قادر على التعامل معها بكفاءة، كما ندعو المنظمات والأحزاب السياسية وأبناء المجتمع المدني والقبائل في تعز والوجهات والشخصية الاجتماعية إلى الإسهام بشكل كبير في تثبيت الأمور. الأمور مبشرة بخير، ونتمنى من الجميع أن يغادر لغة الشكوى والتشكي وحالة الإحباط. الأمور الآن بدأت تتحرك إلى الأمام والحمد لله، وبالتالي نحن نعد الناس بأن الأمور سوف تكون أفضل بكثير خلال الأيام القادمة. نعم سيد عبد الهادي، لكن السؤال هنا، يعني لم تعتمد ميزانية تعز ضمن الموازنة العامة للبلد ولا أيضا ضمن الإقليم، ما هي الاعتبارات لوضع موازنة خاصة بمدينة تعز، خصوصا أنك تحدثت أن الجانب العسكري هو يعني يعود إلى القيادة العسكرية بعيدا عن الموازنة المخصصة للمحافظة؟ الموازنة المخصصة للمحافظة هي موازنة للسلطة المحلية، لكن لماذا لم توضع ضمن الإقليم أو ضمن الموازنة العامة؟ لا، هذه موازنة الدولة العامة سوف تشمل مكاتب الوزارات وفروعها وغيرها، هذه مسألة مرتبطة بوزارة المالية يجري نقاشها، لكن ما أقدر الآن هو الموازنة التشغيلية للسلطة المحلية. علينا أن نفرق بين شيئين. ما يخص السلطة الموازنة العامة، تعز داخل ضمن الموازنة العامة للدولة ويجري الآن نقاشها لإدراج الموازنة العامة لمكاتب الوزارات في تعز إجمالا. هذه موازنة تشغيلية خاصة بمكتب المحافظة والسلطة المحلية في المديرية المحررة، أي أن العملية إعادة الدولة في المناطق المحررة والاستعداد لتحرير المناطق وإدماجها ضمن هذه العملية. وأما الموازنة العامة، هناك إعداد من قبل الحكومة لموازنة عامة كاملة تشمل هذه المسألة، وهذا عادة سوف يكون من بداية يناير مالا للمحافظة. ونعرف نحن بنية الموازنات في المحافظة، هناك موازنة عامة للدولة، موازنة عامة، وهناك موازنة في السلطة المحلية أيضا ضمن الموازنات السابقة. اليوم البند الأول للسلطة المحلية موازنة تشغيلية بالحد الأدنى للمناطق المحررة والمدينة، لكن الموازنة العامة هي في طور الإعداد أيضا، وهو في طور الإعداد، بياناتها جاهزة، هناك فريق يعمل على هذا العمل مرتبط بوزارة المالية والبنك في عدن، وبالتالي سوف تعد هذه الترتيبات بشكل ما يضمن عودة السلطة إلى وضعها الطبيعي واستكمال عملية التحرير. هناك ثلاث عمليات تجري في تعز، موازنة عامة، موازنة تشغيلية للمحافظة، وأيضا هناك عمل عسكري من قبل ما يعرف بقيادة المحور والمنطقة العسكرية الرابعة، وأيضا رئاسة هيئة الأركان والرئاسة أيضا، وهي عملية تكاملية، لكن كل قطاع له امتداداته وأدواته. نعم، هذه الخطوة هل ستشجع على عودة السلطة المحلية والمحافظ لممارسة أعمالهم من داخل المحافظة؟ المحافظ متواجد في عدن، وهو الآن ربما في الأيام القادمة سوف يقوم بالمحافظة، هو يشرف على استكمال هذه الترتيبات بنفسه شخصيا. ولديه فريق كامل. وأما بالنسبة للقيادة العسكرية فهي متواجدة أيضا، وهي تناقش آلياتها مع اللجنة العسكرية المشكلة من رئاسة هيئة الأركان ومن القيادة المنطقة. هذا القيادة العسكرية، لكن السلطة المحلية هل ستعود مع المحافظ خصوصا بعد هذا القرار؟
السلطة المحلية متواجدة في تعز، السلطة المحلية متواجدة في تعز، هناك وكيل للمحافظة، هناك وكلاء للمحافظة، مدراء المكاتب متواجدين، وبالتالي على هؤلاء البقاء في مكاتبهم قد صمدوا كثيرا، الآن عليهم الانتقال لإعادة بناء مؤسسات الدولة. نعم. تعز لن تستقر حتى تعود السيادة للقانون أولا، ولا قوة فوق قوة القانون أيا كانت هذه القوة. هذه المسألة فقط كان إعادة ترتيب قوة الجيش، استلام المناطق المحررة من المقاومة، إخضاعها لسلطة الدولة. هناك نية حقيقية وعمل حقيقي، وقاد قيادة الأحزاب أيضا ضمن المشروع، قيادة المجتمع المدني، يتم حشد كل القوى داخل المحافظة باتجاه عملية الاستقرار. هذه محافظة مركزية وتشكل عقدة للمحافظة الشمالية. نعم. هذه المحافظة إجمالا هي من أعطت الأهمية الاستراتيجية للبلد، وهي الثقل أو ما نسميه بعقدة الثقل السكاني داخل الجمهورية اليمنية. نعم. المسألة مبشرة فعلا بخير، وربما كانت نتاج لدعواتنا طوال الفترة الماضية بأنه متى الآن بدأ الإجابة على هذه الأسئلة. هنالك بعض الإجراءات سوف تبدأ، المؤسسات الإيرادية والمؤسسات التحصيلية بدأت بالعمل، ويجري الآن عملية الانتظام لربط تعز المحررة بالبنك المركزي في عدن. نعم. وهي خطوة أولى، وأيضا أغلب وتجري الآن سوف تجري عملية البصمة للقوات المسلحة في سبيل بناء جيش وطني على أسس علمية، وبالتالي نعم. إعادة التصحيح في المؤسسة المدنية. المسألة تحتاج وقت، ولن يتم إقصاء أحد أو تهميش أحد كما يطرح. المسألة فقط أولئك الذين كان لهم موقفا وظلوا مع الانقلاب وإلى اليوم لم يعودوا ولم تصحى ضمائرهم بشكل كامل ولم يعوا مصالحهم هم، هذا وضع آخر. لكن الغالبية العظمى من الناس الذين يراهنون على السلطة الشرعية رهاناتهم سوف ترسي على بر آمن، وهذه المسألة مرتبطة بالأداء المالي. ما يهمنا أولا هو الرواتب للناس، لأنها مرتبطة بالأكل، مرتبطة بالحياة، بالبقاء، مرتبطة بالأمل. على الناس أن نشكر الناس على تحملها طوال الفترة الماضية، لم يبقى إلا القليل جدا. نعم. والأقل جدا، ونكون قد ولجنا إلى بر الأمان بإذن الله. بإذن الله. أشكرك جزيلا، كنت معي من عدن المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي، كان معي من ماليزيا الخبير الاقتصادي سليمان الناصر، وأيضا الشكر للمحلل السياسي عبد الهادي العزعزي، كان معي عبر الهاتف من عدن. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى في أمان الله.